أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم أينما كنتم. هذا الصباح متواصل معكم على إخبارية تلفزيون الجزائري، ومتواصلون أيضا بالحديث عن مختلف المحاور التي طرحناها في مستهل هذا العدد. وصلنا إلى محور المياه أثناء العيد، ترشيد استعمال الماء يومي عيد الأضحى المبارك، برنامج التوزيع، وأيضا نقطة تتعلق بتفادي إلقاء بقايا الأضاحي في شبكات التطهير في هذه المناسبة. للحديث حول كل هذه المحاور أتشرف باستضافة السيدة مريم أويحيى، مديرة الاتصال والتنمية المستدامة بشركة المياه والتطهير الجزائر سيال. مرحبا بك سيدتي. مرحبا، شكرا على حسن الاستضافة. العفو. السيد فضيل توازي، مدير تقني بشركة المياه والتطهير الجزائر سيال. صباح الخير للمشاهدين. شكرا. إذن سيدة مريم، في المستهل أريد أن أتحدث معك عن البرنامج المسطر من قبل شركة سيال بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نعم، من المعروف أنه يوم عيد الأضحى يعني هناك استهلاك يعني كبير للماء، دونك للاستجابة على كل احتياجيات المواطن، سطرت سيال شركتنا مع الوزارة الوصية مخطط يستهدف إلى الاستجابة لكل هذه التطلبات. يعني من بداية إن شاء الله، من بداية الساعة 5 صباحا في إطار كل اليوم على مستوى كل بلديات الجزائر العاصمة، سوف يكون تزويد بالمياه الشرب بطريقة منتظمة. وخلال هاد يعني على سبيل المثال، أريد أن أعرف يعني أن أعبر عن الميزة المهمة لهذا البرنامج التوزيع الذي يكون في يومي العيد، أن هناك استهلاك يكون بيمثل الضعف. الضعف كيف هذا؟ أنه في 364 يوم يكون استهلاك في 24 ساعة 750 لتر، لكن في صبيحة يوم العيد هاد الرقم 750 يطلع إلى يكون ضعف 1000، يعني يولي 1500 لتر في 4 ساعات. إذن يكون كل هناك تجنيد للإطارات سيال منذ عدة أيام حتى تكون استجابة لهذا الاستهلاك. وعلى رأسهم نقول أستاذ يعني عندنا فضيل توازي، يعني هو مدير تقني على مستوى سيال، وقام مع المدير العام والمدير العام النائب بعدة اجتماعات مع الإطارات التقنية حتى يكون استجابة لهذا المتطلب. ممتاز. سي فضيل، أنت تحدثنا عن الجانب التقني والتدابير المتخذة من قبل الشركة خلال أيام عيد الأضحى المبارك من أجل ضمان تزود السلس بالمياه للمواطنين. يعني كل حال، الاستعدادات اللي قمنا بها هي استعدادات منذ أسبوع، وهذا الأسبوع هذايا كنا نخزنوا حوالي 300 ألف، رايحين نخزنوا حوالي 300 ألف ككمية سوبليمونتير، يعني إضافية. رايحين ننتجوا اليوم الأول والثاني تاع العيد حوالي 1,100,000 متر مكعب في اليوم، زائد 300 ألف رايحين ننتجوا ونضخوا 1,300,000 متر مكعب في اليوم، وهذا استثنائي ليوم العيد. المشكل في العيد سيك من الصباحية، يعني من الساعة 8 صباحا إلى غاية الثانية مساء، سوف يكون لو بيك دو كونسوماسيون اللي نسموه حنايا تقنيا ذروة الاستهلاك استثنائية، يعني في العام. يعني ما كانش بيك في العام، ولو بيك هذايا اللي ريسونتي في العيد. العيد في الأضحية اليوم الأول. أنا حنايا سي داليمونتي تو الموند هذا لو بيك هذا دو كونسوماسيون، يعني ندخلوا الكميات هائله لكي كاع السكان العاصمه، كاع الاحياء يكونوا متزودين في هذا لا بيريود هذه. راه هذوما الاستعدادات اللي درناهم. ما يخفالكش كاين مركز تقني، مركز التحكم عن بعد اللي راه في الشركه تاعنا، اللي تقوم بتسيير هذه الكميات الهائله لضخها في القنوات وتخزينها في الخزانات وتزويدها في هذا لا بيريود هذه تاع الصباح.
يعني في لا كونسوماسيون هذيك دو بيك. دونك لا موبيليزاسيون تاعنا راهي كاينه، الاطارات تاعنا راهم موبيليزين باش العمليه هذه تتم بكل اريحيه. ورايح نتطرق على كل الاحتمالات اللي تكون في هذا لا بيريود اون تيرم دو ريكلاماسيون جوستومون بور لي جيري، وهذا عن طريق لو سونتر دابيل تيليفونيك تاعنا اوبيراسيون. ممتاز. سيده مريم، نتحدث الان عن برنامج الخاص بالتوزيع بالماء شروب لمواطنين ايام العيد، هل فيه استثناءات هذا العام وكيف يتم التحضير؟ هو اكيد انه تم التحضير لهذه العمليه كما قال استاذ فضيل طوازي. يعني هنا هو تحدي لانه تكون الخزانات، لازم تكون الخزانات مملوءه يوم العيد، ولكن قبل يكون استجابه لمتطلبات الزبائن. دونك هذه الاستعدادات هذوما والخزائن باش تكون تكون يعني مملوءه، وتكون كل المنشآت الهيدروليكية تكون واجدة، هذا يتطلب يعني تحضيرات يعني مهمة. أيضا أن شبكة التوزيع في ولاية على مستوى ولاية الجزائر هي شبكة معقدة، يعني الي كومبلكس فيها كاين نقولوا بلي كاين فيها مناطق تكون مرتفعة، كاين مناطق منخفضة، هذه كل لي بوين سنسيبل يعني أخذت أيضا بعين الاعتبار في إن شاء الله في هذا اليوم العيد. لكن هناك جانب آخر يعني اللي تسمح لي لازم نطرقوا له، أنه هاد كل التدابير التي تتخذ بطريقة تقنية وبطريقة وبكل كما قال فضيل طوازي بكل السيناريوهات التي يعني تحطت وتدرست، لا تمكن أن تكون مستجدة في الواقع إذا ما كاش سلوك حضري وسلوك يعني ايجابي من طرف المستهلك المواطن من طرف المواطن. لانه اذا كان هناك افراط في الاستعمال في هذيك الساعه تاع الذروه، لا يمكن ان يكون استجابه يعني بطريقه عقلانيه لهذا اليوم العيد. دونك اذا من المهم انه يكون عندك الماء كي يكون عندك الماء في العين تكون مهني، بصح لازم تكون عندك ارشاد في الاستعمال بطريقه عقلانيه. ما نخلوش يعني لو تويو تاعنا هذا الماء يسيل هكاك بطريقه عشوائيه، يخمم على جارو اللي يكون ساكن من الفوق، يخمم على جارو اللي يكون احيانا يكون بعيد على قناه التوزيع. اذا هذا الجانب سيده مريم في نعم. في معرض حديثك فيه كثير ربما من النقاط التي تلاحظ ايام العيد، عدم وصول الماء الى الطوابق العليا في العمارات. برايك يعني بعض الحالات التي كانت او تلاحظ يعني كيف يتم التطرق إلى هذه النقطة من قبل شركة سيال حتى يكون فيه ضمان توزيع عادل لكل المواطنين بهذه المادة الأساسية؟ سي فضيل تفضل. سؤال تقني. معليش تفضل. سؤال تقني. يعني اليوم الجزائر العاصمة متزودة كل يوم 80% يعني كوتيديان. يوميا. يوميا. كاين بعض النقاط هذوما اللي قلت عليهم لي بوين سونسيبل هذوما يسون طاليمونتي ان جور سور دو. علاه؟ هذا هو المشكل، سي سي ان بروبليم دو 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 فونكسيونمون. يعني هذو الاماكن هذوما عندهم يسون سيتوي في دون دي زوندروان بو ريكولي دو ريزو، يعني تقنيا يعني برسك امبوسيبل ابار لو اش 24 ما نقدروش نتوشيهم يعني في لا بيريود هذيا وين كاين شح للمياه وكاين نعم. ان بروغرام دو ديستريبيسيون اللي درناه ان فونكسيون دو كوطا اللي عندنا سور لي ريسورس اللي كاينين يعني في المياه الجوفيه، المياه السطحيه وتحليه المياه البحر. هذوما خدينا بعين الاعتبار هاد لي بوين سونسيبل هادو ما جوستومون بور لي زاليمونتي لا في سي تادير ا بارتير دو دوما اني اون اش 24 سي تادير كو هاد المناطق سوف تزود 24 ساعه لكي نضمن صباحيه العيد ان يكون عندهم.
دونك سا ايتي بيان ايتيدي وحنا راه وجدنا سطرنا برنامج للتكافل بهذه المناطق وهكذا باش الناس كاع 100% الناس كاع يكون عندهم الماء بوندون لا بيريود هذه. سيدة مريم، التدابير المتخذة من قبل شركة سياب فيما يتعلق بالتحسيس بأهمية المياه، أكيد عندكم برنامج خاص بهذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، وهنا أريد أن أشير إلى أهمية التحسيس للحفاظ على هذه المادة، ومن أجل أنه يكون فيه وفرة في الماء خلال يومي العيد. البرنامج التحسيس هو بدا البارح، يعني درنا ان سبوت كابسول يعني دو تحسيسيه اللي راهي تجوز في القناه تاع الجزائر وقناه يعني اخرى، وثاني كان سبوت راديو للاذاعيه اللي راهي تجوز، وين نحطوا على يعني نفهموا يعني التدابير التي اتخذت من اجل ان يكون تزويد منظم يوم العيد، ولكن التحسيس ايضا انه يجب عدم الافراط في استعمال الماء، خاصه انه ما لازمش ننساو ان عشنا اجهاد مائي منذ سنوات، وجوب ترشيد استعمال وجوب ترشيد هذه اكزاكتومون يعني كاين هذا الجانب التحسيسي الذي كان، وعندنا ايضا لجان الاحياء اللي راهم جندين معنا باش يقدروا يوصلوا هاد الرساله لكل المواطنين، لانه هاد اللجان الاحياء انا نتلاقاو معهم يعني بطريقه دوريه على مدار السنه، وهما الان اصبحوا يعني ممثلين وسفراء على مستوى الاحياء باش يكون هاد العقلنه استعمال الماء. ايضا كاين دور اخر تاع الائمه، نشكر يعني من منبركم استاذ شكات اللي دار معنا يعني ثاني فيديو، ويكون اليوم ان شاء الله دوك نلونسيوه في موقع التواصل الاجتماعي، الصفحه الرسميه لسيال، وين يكون ايضا ترشيد للاستعمال الماء. وغدا ان شاء الله تكون الخطبه في على مستوى كل المساجد لولاية الجزائر وولاية تيبازا، وين نكون أيضا يعني نحث على عدم تبذير، عدم الإسراف في استعمال الماء، ترشيد العقلاني، تكون عندك اشتراك إيجابي وفعلي للمواطن في هذه المناسبة الحنيفة. سي فضيل، نريد أن نتحدث عن تدابير من الجانب التقني، خاصة فيما يتعلق ب الأعطاب وجاهزية رجال السيال من أجل ضمان توزيع عادل ومنتظم للماء لكافة المواطنين في أيام العيد. هذا عن طريق السنتر دابيل تليفونيك تاعنا اللي عنده 1594. حنا رايحين انكور لو موبيليزي لو رانفورسي، يعني لا رانفورسي، يكون فيه تدعيم للطاقه، باش يكون تدعيم على بالنا باللي هاد اليومين هذوما سورتو صباحيه العيد يكون الاتصال بالسنتر هذايا يكون هيستوريكمون بارلون، كي كنا نديروا لي ستاتستيك تاعنا دائما يكونوا لي زابيل امبورطون. دونك حنا بور بروندر ان كونسيديراسيون بروندر ان شارج هاد لي ريكلاماسيون كسوا تذبذبات ولا تسربات، لي زيكيب تاعنا اون لي موبيليزي في التيرا في كل النواحي هكذا باش لو سونتر دابير تليفونيك هذايا الكونتاكت لي زيكيب تاعنا عن طريق الهاتف وعن طريق الوسائل تاعنا هكذا باش ينترفيوني سور بلاس، يرى ان فيدباك ميم لو روتور دو لانفورماسيون تكون رابيد، طري رابيد جوستومون بور هاد ليكيتي هذه اللي نورمالمون دو لافوار اترافير كاع الاحياء تاع العاصمه، باش الناس كاع يكون عندهم الماء، باش المشاكل هذيك اللي كانت اللي طرحت من الزبائن تاعنا عن طريق رقم الهاتف الكاس 94 يكونوا بريون شارج يعني في الوقت المناسب. سيدة مريم، كسؤال أخير أريد أن أتحدث معك عن دور شركة سيال فيما يتعلق بالحملة التحسيسية للمواطنين من أجل تفادي رمي بقايا الأضحية في قنوات التطهير. نعم، يعني هناك كاين بعض العادات السلبية، يعني أيضا أنه هناك بقايا الأضحية ترمى في
في مجال الصرف الصحي، وهذا يشكل عطب وخطر على مستوى المنشآت للتطهير. أريد أن أعود يعني النقطة اللي طرق لها فضيلة توازي، أنه كان المركز الاتصال الهاتفي 1594، وأيضا الصفحات الجوارية صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لسيال، وإن يقدر الزبون يبعث الرسالة والانشغال، ويتم يعني مع الرقم 1594 وهذه الصفحات، يتم بعد الى مركز المراقبه والتحكم، نشوفوا انه هذا البرنامج اللي يتسطر اسكو يتجاوب على في الميدان مع على لمتطلبات الزبون، او هناك خلل ام لا يوم العيد. بالنسبه للتطهير، التطهير ايضا لانه هناك كاين محطات الداء الرفع ومحطات التطهير اللي هي تكون الاستيعاب تاعها كمية كبيرة للماء. إذا كان هناك رمي لهذه البقايا على مستوى قنوات التطهير، يؤدي أيضا إلى عطب كبير لهذه المنشآت الحساسة لحماية البيئة بصفة عامة والبيئة المائية بصفة خاصة. ممتاز، أشكرك جزيل الشكر سيدة مريم ويحيى، مديرة الاتصال والتنمية المستدامة بشركة مياه وتطهير سيال الجزائر، وشكر موصول لك أنت أيضا فضيلة توازي مدير التقني بشركة المياه وتطهير سيال الجزائر. أستاذة مريم عندك كلمة؟ نعم، نقول عيد مبارك لكل الجزائريين وخاصة لعمال سيال بصفة خاصة، لأنه حيكونوا مجندين يومي العيد، وكل عمال الخدمة العمومية على مستوى الوطن. شكرا جزيلا وعيدكم مبارك أنتم كذلك. مشاهدينا الأكارم، هذا الصباح متواصل معكم على إخبارية التلفزيون الجزائري إلى آخر محاور هذا العدد بعد الفاصل.